سعد علي، يوم المنتخب يعيش أجواء مثالية قبل مباراة الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبدايه نهني الشعب العراقي والجماهير الرياضيه بفوزنا على بطل اسيا المنتخب القطري. استطعنا نرد الثار لمنتخب قطر في عقر داره وفي بطوله مهمه كبطوله الخليج. استعداداتنا للمباراه القادمه هي يعني تجري على قدم وساق. مباراه لا تصورها مباراه سهله، هي مباراه اصعب مباراه بالبطوله راح تكون، كون يعني الامارات فريق كبير وحتى يعني تحدد ملامح بطل خليجي 24. شلون تعاملتوا مع اللاعبين لنشوه الفوز مع المنتخب القطري؟ ممكن تاثر على بعض اللاعبين، لا سيما ان اللاعبين شباب اغلبهم. اللاعبين مدركين انهم ابطال وانهم لازم يتركون مباراه قطر ويبدون بمباراه جديده اللي هي مباراه الامارات. استاذ علي، 3 شهور كتنش بدون اي راتب، شنو العائق اللي يخلي الاتحاد ما يوفر الراتب؟ الاتحاد ليس طرفا في رواتب كتانج، بس العقد موقع مع كتانج هو من حقه الان يعني حسم موضوع رواتب كتانج، واحتمال في الاسبوع القادم يستلم جميع مستحقاته. منتخب الوطني الان يقدم مباراه مميزه، فاز على ايران، تعادل مع البحرين، فاز، ما يستحق الالتفات من الاتحاد من الحكومه تكريم يستدافع منه؟ يعني الاتحاد هو قاعد يكرم المباريات، عدا مباراه ايران كل المباريات اللي خاضها اعطيناهم تكريم، لكن احنا نطالب الحكومه العراقيه والجهات الداعمه. احنا من شفنا البارحه منتخب الكويت فاز، رئيس مجلس الامه يتبرع له ب 7000 دولار، رئيس الاتحاد يتبرع ب 1000 يعني ب 3000 دولار. يعني احنا يعني حقيقه الجهات الداعمه ان ما جاي تدعم منتخب بلادها. زياره بسام الراوي مبادره طيبه، لكن كان هناك عتب يعني بعض المواقع انه ما حزوا اللاعبين المنتخب في وقت السابق. بسام الراوي يبقى لاعب عراقي وابوه صديق لنا ولاعب منتخبات وطنيه. زيارته اجت لان الحادث صارت، حادث الاصابه صارت بمباراتنا مع قطر، وهي رساله محبه وسلام الى الجميع. احنا يعني شعب محب للسلام ومحب للتواصل مع انه بسام راوي عراقي بالولاده. أنا أشكرك.